السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هنستعرض برنامج من أقوى برامج التحميل الموجودة على الإنترنت، وهو برنامج نيت داونلود مانجر، وهو يعتبر البرنامج المنافس رقم واحد لبرنامج إنترنت داونلود مانجر. الفرق بين البرنامجين إن البرنامج بتاع نيت داونلود مانجر برنامج مجاني بالكامل. لو حضرتك عايز تعرف طريقة استخدامه وطريقة تحميله تابع معايا الفيديو للنهاية. الخطوة الأولانية اللي أنا هعملها إن أنا أفتح المتصفح بتاعي وأجي في محرك البحث أكتب كلمة نيت داونلود. هبدأ أكتب نيت، تمام. بمجرد ما أكتب بس نيت هلاقي ظهر عندي نيت داونلود مانجر، هضغط على إنتر، تمام كده. هتفتح معايا الصفحة الرئيسية بتاع البرنامج، هضغط عليها وانتظر لحديت ما اتحمل الصفحة الرئيسية للبرنامج. هتفتح معايا بالصورة ديت، تمام كده. زي ما حضرتك شايف انه في منه نسختين، في نسخة منه للماك لو كان جهاز الكمبيوتر بتاعك ماك، ونسخة للويندوز العادي، تمام، بيشتغل على اي نسخة ويندوز موجودة عند حضرتك. طبعا انا الجهاز بتاعي ويندوز 10، فاضغط على اللي هو داونلود، تمام كده. اهوت هتظهر معايا عملية التحميل فوق زي ما حضرتك شايف كده، الموضوع تم بمنتهى البساطة. هبدأ اضغط على فتح، طبعا الملف طبعا نزل عندي في التحميلات. هقفل انا المتصفح وابدأ اعمل عملية سطب عادي، اقول له نعم، هيظهر معايا البرنامج بالصورة ديت. هقول له نيكست، اقول له نعم، واقول له اعمل لي ايقونة على سطح المكتب، واقول له نيكست، واضغط على انستول، وانتظر لحديت ما البرنامج ينتهي، واضغط على فينش. هيفتح معايا البرنامج بالصورة ديت. اهم خطوة من خطوات تسطيب البرنامج ان انت تعمل حاجة اسمها تكامل المتصفح، بحيث ان هو الايقونة بتاع التحميل تظهر وتبدأ تحمل اي ملف انت عايز تحمله، سواء كان صوت او فيديو او ملف مضغوط او موسيقى او اي شيء انت حابب ان انت تحمله. طب هنعمل الحكاية دي ازاي؟ هنضغط على اللي هي براوزرز اللي هي المتصفح، طبعا بتختار المتصفح اللي انت عايز تعمل معاه تكامل، وافضل متصفح اللي هو هيشتغل مع البرنامج بدون اي مشاكل نهائي اللي هو متصفح مايكروسوفت ايدج، تمام كده. طبعا هو بيدعم 3 متصفحات اللي هو جوجل كروم وفيرو فوكس واللي هو المتصفح بتاع مايكروسوفت ايدج. انا جربت التلاتة، افضل واحد هو مايكروسوفت ايدج، ده اللي انا بنصح بيه لانه هيبدأ يدعم كل يعني محركات البحث اللي موجودة. تضغط على إضافة عشان تضيف هذه الإضافة بتاع البرنامج، هننتظر لحديت ما تفتح معانا الإضافة، تمام كده. هو أبدأ أضغط على الحصول عليها، تمام كده، وأبدأ أعمل حاجة اسمها إضافة ملحق، وأنتظر لحديت ما الإضافة تتم. زي ما حضرتك شايف كده، هو هنا الإضافة تم إضافتها. عشان نتأكد من تفعيل الإضافة هضغط على الإعدادات واروح نازل عند حاجة اسمها الملحقات، تمام كده هوت، وإدارة الملحقات تفتح معايا. زي ما حضرتك شايف كده، أهم حاجة إن الإضافة تكون متفعلة، لو حضرتك لقيتها مقفولة لازم تفعلها عشان يبدأ يلتقط كل الروابط بتاع الملفات اللي انت حابب ان انت تحملها من كل مواقع الداونلود. هقفل الخانة ديت خالص كده، انا انهيت المهمة بتاعتي، اعمل كلوز، تمام كده. هبدأ أعمل تجربة عملية على عملية التحميل بالبرنامج. هبدأ أفتح المتصفح بتاعي مرة تانية وأبدأ أعمل مثلا أقول تحميل حول اللغة العربية، أقول تحميل ويندوز 11 وأضغط على إنتر. طبعا هيفتح معايا على طول موقع مايكروسوفت، اضغط على اللي هو تنزيل، وهنشوف هل البرنامج هيبدأ في عملية التحميل بمنتهى البساطة ولا لا. هبدأ اضغط على اللي هو تنزيل، هنا اختار نوع القرص اللي انا عايز احمله، تمام كده، وابدأ اقول له تنزيل. هو بيقول لي جاري التحقق من طلبك، بيقول لي اختار اللغة، هبدأ اختار له اي لغة، تمام كده هوت. ولنفترض مثلا اختار اللغة العربية وابدأ اضغط له على تأكيد،
تمام كده اهوت ظهرت، شايف ظهرت عندي النسخة، هضغط على اللي هو الداونلود ونشوف البرنامج هيلتقط الرابط بتاع الويندوز ولا لا. زي ما حضرتك شايف البرنامج قدر ان هو يلقط اللي هو الويندوز بمنتهى البساطة، زي ما حضرتك شايف كده كاتب ويندوز تمام، وبدأت عملية تحميل الويندوز. طبعا انا هعمل عملية ايقاف لان انا مش محتاج ان انا اكمل تحميل البرنامج. فيه ميزة جميلة جدا ان هو بيدعم خاصية استكمال التحميل، يعني انت لو حابب ان انت تعمل استكمال لملف انت وقفته هو بيدعم الاستكمال. يعني على سبيل المثال هبدأ اعمل اعادة تحميل، هلاقي ان الملف شغال مفيهوش اي مشكلة. الميزة بقى الرئيسية في البرنامج ان البرنامج نسخة فري بالكامل، لو انت ضغطت على الباوت هتلاقي طبعا ان هو نسخة فري، يعني مش بتحتاج ان انت تدفع فيها اي مبلغ من المال، وفي نفس الوقت بتنزل لك تحديثات لو في نسخ جديدة الشركة بتنزل لك التحديثات. طبعا ده يعتبر من اقوى برامج التحميل اللي موجودة على الانترنت، وفي نفس الوقت بيدعم تحميل جميع انواع الملفات. بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى، لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.